اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. اصحابكم معنا اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه الى معرض الابتكار والابداع بجامعه سوهاج. لنتابع معا ما تم من ابتكارات ومن ابداعات من خلال مشاركتهم في هذا المعرض وفي هذا المؤتمر. تابعوا معنا هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. أعزائي المشاهدين ومعانا مجموعة من الشباب، هم كان لهم اختراع مع بعضهم، هم عملوا اختراع مع بعض هم الثلاثة، نتعرف عليهم ونتعرف على الاختراع بتاعهم. أهلا بكم معانا، نتعرف عليهم. أهلا بحضرتك، أنا اسمي عبد الله حمدي، طالب بكالوريوس تكنولوجيا وتعليم صناعي، أنا من كفر الشيخ وبدرس في نفس سوهاج. أحمد محمد مسعد، طالب في الفرقة الثالثة تبريد التكييف كلية تكنولوجيا وتعليم صناعة. محمود عصام، طالب بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي قسم ميكانيكا إنتاج. احكي لنا عن الاختراع بتاعكم، عن عبارة عن إيه؟ بص حضرتك، هو الاختراع ببساطة عبارة عن فرن كهربي، والفرن الكهربي ده احنا عملناه بطريقة مصغرة علشان نقدر نختبر عليه المواد بتاعتنا ونقدر نغير من الخصائص بتاعتها. الفرن درجة حرارته بتوصل ل 1200 درجة، ودي درجة كافية لإظهار بعض المعادن زي الحديد، فاحنا بالتالي بنقدر نجيب المعادن ونقدر نعمل عليها كافة الاختبارات اللي احنا عملناها زي المعالجة الحرارية أو التلبيد للتغيير في خصائص المعدن. ايه أهمية هذا الاختراع؟ أهمية هذا الاختراع اللي هو بيعمل لنا معالجة حرارية للمعادن، تمام، والسيراميك بيعمل له يعني في معادن لما بتخش الفرن بتغير درجة الصلادة بتاعتها، درجة المتانة، المرونة بتاعت الليني، فهي معالجة حرارية كاملة جوه الفرن بتاعتنا. والفرن بتاعتنا بتاخد كذا معدن، يعني كذا نوع من المعادن بيتم المعالجة الحرارية، تمام، اللي هو تحت 1200 سيليزياس ويتم تصنيع الفرن من مواد محلية، تمام. فالفرن بتاعتنا يعتبر اقتصادية في السعر بتاعتها، سعرها خفيف عن الأفران اللي بره اللي موجودة بره. يعني في مثيل لها بس سعره أغلى. في مثيل لها بس سعره أعلى، تمام، فهو مش بإمكان كل الناس مثلا تستخدمه، فإحنا عملنا الفرن بتاعتنا بحاجات محلية وبسيطة. الاستخدامات الخاصة بهذه الفرن، إحنا بنعمل معالجة حرارية للمعادن، يعني هو الدكتور معتز والدكتور هشام شعيب ما حاولوا يجيبوا الماكينة من برا، لقوا سعرها عالي جدا 98,000 وبالعملة الصعبة، وفي ظل الظروف الصعبة ما ينفعش، فعملوها محلية الصنع كامل، تقريبا كلفت 10,000 جنيه، وبنستخدمها في المعمل عشان احنا محتاجين، عشان لما بنعمل معالجة حرارية المعدن مش بنلاقي أجهزة في الكلية، فاضطرينا ان احنا نلجأ ان احنا نعمل الأجهزة دي في الكلية نفسها عشان نستفاد. طيب، إمكانية يعني نقول نقل هذه التجربة أو بيع هذا المنتج لأماكن أخرى بيتم استخدام فيها هذه الأفران؟ هو قابل للبيع وقابل للتطبيق وهيكون اقتصادي، وبالإضافة لأن هو محلي، أنا مش بجيب حاجة من برا، بوفر عملة صعبة، الجهاز كامل مصري 100%، وكل المنتجات موجودة في مصر، مجرد أنا بجمعها وبعمل فرن شبيهة بالأفران. شكرا جزيلا، واتمنى لكم كل التوفيق.
مشاهدين ومن طلاب ايضا كليه التعليم الصناعي بجامعه السوهاج اللي هم شاركوا ببعض الاجهزه اللي هي بتساهم بشكل كبير في توفير البديل بسعر اقل بكثير وهو منتج محلي 100%، وده كان بارز بشكل كبير في مشاركه في هذا المعرض الخاص بالابتكار والابداع، وحول هذا الموضوع نتعرف عليهم وعلى هذا الابتكار وهذا الابداع. تعرف عليهم. حازم محمد، كليه التكنولوجيا والتعليم. نصر الدين عاطف، كليه التكنولوجيا والتعليم. اسماء سعيد لوزي، كليه التكنولوجيا والتعليم. ادينا فكره عن هذا الاختراع، اسمه ايه وايه الدور بتاعه؟ الجهاز اسمه كيت تلميع العينات البحثيه، واستخدامه اللي بعمل عمليه تسويه للسطح او القطعه او المشغولات، وبعمل عمليه تلميع بحيث ان انا اوصل للعينه اللي هي تكون صالحه لان انا استخدمها في مثلا معدات او في اجزاء ميكانيكيه. هل هذا الاختراع ما يطبق على المعادن، يطبق على الذهب، يطبق على المعادن النفيسة، ولا هو متعلق بشيء معين؟ لا، هو يطبق على جميع المعادن، وكمان هو مفيد جدا انه كمان صنع محلي وبايدينا، وبتكلفة تصل 9000 جنيه في حين ان بره ممكن يوصل ل 50000 جنيه، وبخامات من عندنا احنا وبايدينا احنا. هو الغرض منه الاساسي ان في بعض المعادن مطلوب انه بيتم فحصها تحت المجهر، بس بتكون فيها نسبة بكتيريا على شوائب على رطوبة. الجهاز ده اصلا بيعمل زي مسح لجميع الشوائب او رطوبة بحيث ان انا اشوف العينة خام من غير اي نوع من الشوائب عشان اقدر افحصها كويس. بس وهو يعني بسم الله ما شاء الله، جهاز مفروض غالي جدا بيجيب من بره. يحسب برضو للناس اللي شاركت فيه ان هو اتعمل كويس واتعمل على مستوى عالي، وكمان في مراحل للتطور، يعني مش هيقف على كده، لا ده في كمان احنا جايين نطوره كمان ونطلع منه نسخ احسن ونصلح عيوب بحيث ان احنا نقدر نستغنى عن الخارجي والمنتج اللي بيجي من بره نستخدم عندنا احنا، وده بيدل على ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير. احنا قادرين نعمل اي حاجه بصنع. التعاون بين الطلاب والطالبات في كليه التعليم الصناعي في انجاز هذه المشروعات وهذه الافكار الابداعيه اللي هي بتساهم بشكل كبير في توفير منتج محلي بديل للمنتج الاجنبي او المنتج المستورد. اكيد طبعا في تعاون بين الطلبه واشراف الدكاتره عندنا. رايك انت ايه في الاجهزه دي؟ اكيد طبعا احلى حاجه ان هي اول حاجه من مصر عشان بتطور الصناعه في مصر والاقتصاد عامه. شكرا جزيلا، اتمنى لك كل التوفيق. أعزائي المشاهدين، ومن داخل مؤتمر الابتكار والإبداع ومستقبل الابتكار والإبداع، يسعدنا بنلتقي بالمبدع والمبتكر عمرو فاروق. أهلا بك معانا. أهلا بحضرتك. احكي لنا عن الاختراع بتاعك يا عمرو. الاختراع بتاعي باختصار هو حاجة وسط ما بين الموتوسيكلات العادية وما بين العجلات الكهرباء، على أساس الموتوسيكلات العادية بتلوث البيئة وبيكون سعرها مرتفع جدا زيها زي العجل الكهرباء بالظبط. فأنا فكرت في طريقة وسط ما بين الاثنين أقدر أستخدم، لو أنا واحد مثلا طالب جامعة وبحتاج إن أروح الجامعة بشكل مستمر، ان انا استخدم العجله بتاعتي العاديه احولها لعجله كهربائيه. اقدر استفيد من حاجتين، ان مثلا في الوقت اللي انا بمارس فيه رياضه او بروح بعمل الحاجات الروتينيه بتاعتي العاديه، ان انا اروح مثلا الجامعه اروح اقضي مشاويري ممكن ابدل عادي، ولما يكون في مشاوير بعيد اقدر استخدم القدره بتاعت المحركات الكهربائيه وخصوصا من نوع البراشلس موتور علشان اوصل للوجهه اللي انا عايزها. طيب قول لنا، يعني الفكره نفسها دلوقتي انت بتحول الطاقه اللي هي الحركيه الى طاقه كهربائيه، صح كده؟ بالظبط، هي بتبقى عباره عن جزئين، القسم الاولاني الموتور يشتغل، القسم الثاني لما الموتور يكون واقف وانا ببدل الحركه بتاعه الموتور بتولد كهرباء تشحن البطاريه مره ثانيه. طيب
مدى يعني نقول نجاح هذه التجربة لما أنت شفتها هتوفر كام في الوقت وفي الجهد علشان نقول إن هذا الاختراع قدم مثلا فايدة تقدر بكم من الوقت وكم من الجهد؟ هو بداية اتباعا للتوجه المصري ومبادرة اتحضر من الأخضر، احنا بنحاول نلاقي وسائل مواصلات وطرق جديدة لتحسين وسائل المواصلات تكون صديقة للبيئة، ودي بقت ضرورة من ضروريات العصر، وبالتالي من هنا جات الحاجة ان احنا نبتكر طرق جديدة لوسائل المواصلات. الطريقة بتاعتي انا كانت ان انا استخدم العجل العادي احوله لعجل كهرباء. في الموتوسيكلات العادية بيكون دايما فيها عوادم، فيها تكاليف صيانة تشغيلية، فحضرتك انك تعرف مثلا ان الزيت بيطاف على البنزين في الموتوسيكلات وده بيسبب تلوث كبير جدا. في نفس الوقت العجل الكهرباء سعره حاليا مازال مرتفع. فكرتي انا كانت ان الاقي بدائل محليه متوفره، وحتى لو هناخد على اساس قطع غيار تكون قطع الغيار نفسها دي متوفره بشكل سهل الوصول ليه وبسعر في المتناول. إمكانية تنفيذ هذا الاختراع وهي نظرة يعني تكلف في حدود كام، وإيه المعوقات اللي أنت بتواجهك عشان تنفذ هذا الاختراع ويخرج إلى السوق للتنفيذ؟ بالنسبة لي أنا المكونات اللي استعملتها علشان أبني العجلة دي كانت مكونات أغلبها متاحة في السوق، يعني مثلا المواتير، الأقسام الخاصة بالعجلة وقطع الغيار والكلام ده كله كانت متوفرة بشكل سلس وسهل الوصول ليه. ده مش مرتبط بنوعية معينة أو بمقاس معين للعجل؟ في الواقع هي بتكون مرتبطة بأنواع معينة من العجل، لكن حتى الأنواع دي بيكون ليها قطع غير متوفرة. فبالتالي لما أنا أجي مثلا أقول أنا عاوز أعمل حاجة بديلة للعجل الكهرباء، طب يا ترى أفكر مثلا هلاقي إن مثلا عجل مواتير زي ما هي أنسب مواتير ممكن أستعملها في الحاجة دي. ليه؟ لأن المواتير دي صناعة عالميا بكميات كبيرة، وأي حاجة بتصنع عالميا بكميات كبيرة سعرها بيكون في المتناول وبترخص مع الوقت، وهي دي الفكرة، إن أستخدم حاجة موجودة بالفعل في إني أحطها في الابتكار بتاعي، مش إني أنا أخترع حاجة جديدة لأني أنا بدور دلوقتي على حاجة صديقة للبيئة وفي نفس الوقت سهلة الطوف. نعم، احكي لنا إزاي جات لك الفكرة من البداية؟ يعني إزاي جات لك الفكرة ومين اللي ساعدك علشان إن أنت تنفذ النموذج الخاص بهذه الفكرة؟ هو بصراحة الفكرة البداية كانت حاجة طريفة شوية. هي ما كانتش الفكرة أساسا في العجلة، أنا كنت بدور في الأصل على الباتيناج. الفكرة كانت طريفة جدا إني أنا مثلا في مواصلة معينة باخدها من بيتي لحد الشغل، علشان أنا أوصل المواصلة دي كنت بتمشى شوية. فأنا كنت بقول طيب ليه ما جربش إن أنا آخد الباتيناج وأروح بيها هناك؟ فأنا جربت إن أنا أروح باتيناج كذا مرة، وبعدين لقيت برضه أنا ما زلت أنا ببدل، طب ليه ما أحطش موتور؟ طب صار ليه انا ما اعملش انا وسيله المواصله الخاصه بيا يكون تقدر عمليه اكتر عن الباتيناج وفي نفس الوقت اقدر اروح بيها مشاوير بعيده؟ من هنا ابتدت تيجي الفكره. فابتديت افكر يا ترى ابدا منين؟ بعد العجله انا بدلت بالعجله تمام، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ طب اجيب لها الموتور، انسب انواع مواتير ايه؟ فلقيت مواتير الهوفر بورد لانها من نوع بروشلس موتور، المواتير دي بتكون هاديه جدا والاحتكاك فيها قليل، ما بتستعملش حاجات اللي هي الفرش ودي بتطلع شراره وبتقلل الامن الافتراضي للموتور. يعني مواتير زي كده بتستعمل منصات قويه جدا اسمها منصات نيوديميوم، ممتازه جدا وقوتها بتفضل فترات طويله، معنى كده ان عمر افتراضي الموتور طويل قوي. بعد كده ابتديت افكر طيب انا جبت الموتور، طب اجيب دايره التحكم منين؟ فبص لقيت طب ما هي نفس دايره التحكم اللي موجوده في الهوفربورد. فابتدت الفكره تيجي واحده واحده لحد ما قعدت اخطط فيها وابتديت انفذها واحده واحده لحد ما وصلت للمزرعه.
احكي لنا عن نفسك، انت مخلص تعليم مش مخلص تعليم، ايه رؤيتك بعد ما انت يعني عملت هذا الابتكار وهذا الاختراع؟ في الواقع انا خريج كلية علوم قسم حاسب آلي. الهوايات بتاعتي في العموم هي هوايات التصنيع الرقمي. التصنيع الرقمي هي التكنولوجيا اللي بتعتمد على استخدام الآلة في ان هي تكون النماذج والتصميمات الخاصة بها، وده كان مشروع التخرج بتاعي لما كنت في السنة الرابعة كلية. كان مشروع التخرج بتاعي اسمه 3D printer. المكنة دي بتطبع اي شكل بلاستيك 3D انا ادهولها، فبالتالي ده كان هيساعدني في اختراع زي كده. اللي انا بدور عليه بعد كده حاجة بيسموها tool making، الطريقة اللي أنا بمجرد ما أفكر أعرف إيه الأداة اللي أنا محتاجها عشان أوصل للهدف المعين ده أو الاختراع المعين ده وهكذا. تتمنى إيه الفترة اللي جاية؟ بالنسبة لي أنا بالنسبة لك أنت على المستوى الخاص، ثم تتمنى إيه لمصر؟ أتمنى إيه لمصر؟ على المستوى الخاص أتمنى إن أنا أكون مهندس كبير في إحدى الشركات الخاصة بالتصنيع الرقمي. على مستوى مصر اتمنى ان مصر تكون بيئتها نظيفه جدا، وتحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نوصل ان شاء الله للمبادره دي اللي اتحضر الاخضر، وننشر ثقافه التصنيع الرقمي وثقافه الرياضه عن طريق استعمال العجل وثقافه الابداع عند الطلاب، انهم يبداوا يشوفوا لما يشوفوا حاجات زي كده يبداوا يقلدوها ويعملوا حاجات زيها واحسن منها ان شاء الله. الدعوه اللي انت بتوجهها لزمايلك وللبراعم الصغيرين اللي هم يعني نقول في مراحل دراسية متعددة ومختلفة، علشان يستغل حتى لو مشروع تخرجه كفكرة ينميها ويكبرها ويبقى شيء ممكن يتم تنفيذه بالشكل الكبير في المستقبل، وممكن ده يبقى فرصة عمل لي مستمرة وحقيقية لي. تثق في نفسك، ما أي حلم مهما كان صغير فهو مهما كبر فهو قابل للتحقيق. مهم بس انك انت تكون واثق من قدراتك، تعتمد على الدعم من اسرتك، تحاول على قد ما تقدر تشوف الناس اللي قبلك عملوا ايه وتضيف عليهم وتحاول تقلدهم وتبدا تطور على الطرق اللي هم بيعملوها علشان توصل لطريقه جديده. شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، وكما شاهدتم معنا أهمية الابتكار والإبداع في التقدم وفي تحقيق الإنجازات وفي تحقيق التوفير في كافة المجالات البحثية وكافة المجالات الحياتية. نشكركم في نهاية هذه الحلقة على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.